تعودنا كل نهار سبت نروح للمتنبئ الجوي، وكونه نحن بداية شهر آذار، شهر هيك اللمسات والنسمات الحلوة الدافية، فأكيد ما بنعرف إذا حيكون الجو حيستمر بهذا الدفء، وسمعنا في منخفض. خلينا هيك نروح للمتنبئ الجوي حسن الجردي، حيكون معنا عبر اتصال هاتفي لنعرف أكثر كيف حيكون طقسنا خلال هذا الأسبوع. يسعد صباحك أستاذ حسان. صباح الخير يسعد صباحك يا هلا. اهلا وسهلا بحضرتك، يا ريت تحطنا بصوره الوضع العام، كيف حيكون طقسنا ضمن هذا الاسبوع؟ هل حيكون في منخفضات امطار او يعني نحن بهذا الجو؟ تكرم عينك، بالنسبه للحاله الجويه خلال 24 ساعه القادمه، ترى عن احوال الطقس خلال هيدا الاسبوع، هلا بشكل عام حاله الاستقرار اللي احنا عايشينها رح تضل مستمره لليوم، واليوم في ارتفاع على درجات الحراره، والحرارات رح تكون بشكل عام خلال ساعات النهار على معدلاتها من 2 ل 5 درجات مئويه باغلب المناطق والمدن السوريه، والاجواء بشكل عام عم تكون بين الصحوه والغائمه جديا، لكن اعتبارا من ساعات المساء والليل لهذا اليوم يبدا تاثير امتداد ضعيف لمنخفض جوي مرفق بتيارات غربيه بارده ماطره تؤدي الى حاله عدم استقرار وهطولات مطريه تبدا من الساحل السوري، تمتد خلال ساعات الفجر الاولى ليوم بكره نهار الأحد إلى الشمال الغربي أجزاء من المنطقة الوسطى، لتكون الهطولات غزيرة ومصحوبة بالعواصف الرعدية وحبات البرد خاصة بالمنطقة الساحلية. يعني تأثير المنخفض راح يكون خلال ساعات المساء والليل، تتغير الأجواء في انخفاض على درجات الحرارة، الحرارات الأنهار بكرة بتكون حول المعدل أو أدنى من المعدل بقليل بأغلب المناطق والمدن السورية، نشاط بسرعة الرياح، الرياح عم تكون بشكل عام لليوم شرقية إلى جنوبية شرقية بين الخفيفة والبارد، في هبات بتتجاوز 45 كيلومتر بالساعة بتؤدي إلى إثارة الغبار ببعض المناطق الداخلية، بتؤدي إلى أجواء سليمية مبررة بهذه المناطق، البحر خفيف لمتوسط ارتفاع الموج. الأنهار بكرة رح تكون الأجواء غائمة جزئيا بشكل عام، فرصة الهطل المطري موجودة بمناطق متفرقة من البلاد، الهطولات بتكون غزيرة مصحوبة بالعواصف الرعدية وحبات البرد ببعض الأحيان، الغزارة بتكون بشكل خاص في المنطقة الساحلية وأجزاء من المناطق الشمالية الغربية، الرياح عم تكون شرقية لشمالية شرقية بالجزيرة، بينما تكون غربية إلى شمالية غربية بباقي المناطق، معتدلة مع هبات، بكرة النشاط بسرعة الهبات بيكون 65 كيلومتر بالساعة، النشاط بيكون واضح والبحر متوسط ارتفاع الموج. حالة عدم الاستقرار بتضل موجودة معنا لنهار الأحد والاثنين، استقر الاجواء بشكل جزئي يوم الثلاثاء وبنتاثر بحاله عدم استقرار ثانيه ومنخفض جديد يومي الاربعاء والخميس، ولكن بفعاليه بتكون اكبر واشد بروده، بيؤدي الى هطولات مطريه تتميز بالغزاره تحديدا بالساحل بالشمال الغربي مع هطول للثلج بالمرتفعات الجبليه العاليه. بشكل عام هذا الاسبوع رح يتميز بانه اسبوع رح يكون اقرب للاجواء الشتويه بالامتياز، ونحن بالجزء الاخير فصل الشتاء ومستمر معنا فصل الشتاء حتى يوم الاعتدال الربيعي، هلا بيكون تقريبا ب 21 هيدا الشهر او 22 اذار تحديدا، الاجواء راح تكون بشكل عام غير مستقره هيدا الاسبوع، الاستقرار راح يكون جزئي نهار الثلاثاء، بارده هطولات مطريه هطولات الارتفاعات الجبليه العاليه، يعني هذا الاسبوع مختلف تماما عن الاسبوع السابق، والاجواء المستقره اللي عشناها راح يكون استمراريتها معنا فقط لليوم، احتمال الهطل المطري بالعاصمه دمشق ومحيط العاصمه دمشق لنهار بكره وبعد بكره راح يكون وارد، ولكن عاليه اقل احتماليته قليله، ممكن تكون الاجزاء الغربيه والشماليه من محيط العاصمه دمشق الهطول تكون فيها جيده نوعا ما. درجات الحراره المتوقعه من العاصمه دمشق لليوم 20 7 القنيطرة 19 7 القلمون المرتفعات الجبلية 16 3 درعا 22 8 20 5 المنطقة الوسطى حمص 20 6 حما 18 7 منطقة الجزيرة محافظة الحشكة 16 5 الساحل السوري اللاذقية وطرطوس 23 12 بالشمال حلب وإدلب 17 7 دير الزور والرقة 24 بدير الزور والرقة 19 درعية وأخيرا باللاذقية السورية مدينة تدمر 19 5 حذر من الأجواء الصقيعية بالمرتفعات الجبلية وبعض المناطق الداخلية ومن تدني الرؤية الأفقية ببعض المناطق الداخلية نتيجة الأجواء السديمية المقررة، وبرجع وبذكر أنه حالة عدم الاستقرار بتبلش اليوم بالليل بالساحل وبتستمر معنا حتى يوم الاثنين، في استقرار انهار المساء وبترجع تتدد بفعالية أشد وبرودة أكثر مع هطولات بتكون أشد غزارة يومي الأربعاء والخميس القادم بإذن الله تعالى.
نعم أستاذ حسان الجردي، شكرا لحضرتك على كل المعلومات اللي ذكرتها، ودائما بنقول بردا وسلام، وإن شاء الله هيك تكون الأيام الجاية اللي بقيت بالشتوية خفيفة على الجميع.